اهلا بك يا هادي. صباح الخير. صباح الخير. خلينا نبدا بالخبر اللي ذكرناه الحقيقه في العناوين، خبر مفاجئ وصور مزعجه يعني الحقيقه عن هاي المراهقه اللي اكلت وجبه من فيتنام، هي اكلت او هاي المراهقه اكلت وجبه ماكولات بحريه وبعد ايام صارت عجوز او نعم. شكلها طبعا صار عجوز. نعم، هي الان عمرها 26 سنه، لكن كما يعني ظهرت الصوره تبدو وكانها عجوز في الثمانينات من عمرها. القصه هي يعني بعد تناولها الطعام البحري اصبحت تجاعيد جلديه في وجهها وطفح جلدي، ثم راجعت الطبيب في البلده التي تسكنه في الفيتنام جنوبي الفيتنام، واعطاها الطبيب وصفه طبيه خاصه بالامراض الجلديه. وبعد تناولها اصبح هذا الموضوع يعني خلال ايام يتفاقم لديها والتجاعيد كبرت وتبدو انها عجوز. يعني الغريب في امرها انها التجاعيد فقط في وجهها، ولكنها تحتفظ لا زالت بقوامها يعني كشابه من عمر 26 سنه، شعرها لا زال اسود، ونبره الصوت ايضا لديها يعني نبره صوت فتاه شابه. يعني زوجها يعني القصه حدثت سنه 2008، لكنها اثيرت مؤخرا في الاعلام في الفيتنام لتكون هنالك مساعده على مستوى البلاد لخروجها من هذه الحاله. كيف ممكن ترجع لحالتها؟ نعم، الان الاطباء منهمكون ببحث الموضوع في الفيتنام، وزوجها رغم هذه المشكله يعني في قال انه لا يزال يحب ان يساعدها، ولم تؤثر هذه المشكله من محبته لها كزوجه. ان شاء الله تعود لشبابها ان شاء الله. طب لانه الشائعات عندنا بتمشي على ظهر ارنب، بينما الخبر الجيد على ظهر سلحفاه للاسف. ممثلة هندية تنتشر صورها عبر الانترنت باسم بلقيس علي عبد الله صالح. نعم، الانتشار هذا كان بواسطة المنتديات العربية، يعني نشروا كالعادي يعني.